السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين سامبل. اليوم غادي نوجدو كيكة بالبرتقال اللي كتجي هشيشة والشكل ديالها كيجي رائع وراقي ومذاق أروع. فتابعوا معايا لا فيديو للأخير، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على زر الاشتراك لكنتو أول مرة تزوروا القناة، وتبارطاجيو الوصفة مع الأحباب. اولا غادي نعسلو هاد البرتقاله اللي قطعناها شرائح رقيقه، وغادي نحتاجو كاس الى ربع سكر، سنيده، كاس ماء، عود قرفه. نديرهم على النار حتى يذوب لينا السكر مع الماء، عاد نضيفو الشرائح ديال البرتقاله. الشرائح حاولوا قطعوهم رقاق ونخليهم على النار حتى يتعسلوا لينا. هذا هو الشكل ديالهم ملي كيتعسلوا. نطفيو النار وناخدو مول نفرشو فيه ورق الزبده ونديرو فيه شرائح البرتقال على هذا الشكل. غير هذاك الشيء اللي عسلنا فيه شرائح البرتقال ما نرميوهش، نخليوه لاننا غادي نحتاجوه. فنخليو المقلاه اللي عسلنا فيها البرتقال جانبا حتى نحتاجوها. ودابا غادي نصيبو الكيك اللي غادي نحتاجو ليها 3 البيضات، قبسه ملح، القليل من الخل، غير شويه، وكاس سكر سنينه. نحاولو نطربوهم جيدا، ماشي بالضروره خفاق كهربائي، نقدروا نستعملوا غير الخفاق اليدوي، غير نطربوهم حتى يذوب لينا السكر. وملي نطربوا السكر مع البيض نضيفوا ليه نصف كاس عصير برتقال وقشره برتقاله. برتقاله نغسلوها جيدا ونحكوا القشره ديالها، غير القشره الفوقانيه، ما ندخلوش في البيض. ياغورت طبيعي، نصف كاس زيت، وحنا كنضيفو في المكونات وكنخلطو. وغادي نحتاجو جوج كؤوس دقيق، جوج خمارات، جوج صاشيات 14 غرام. نغربلوهم هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، كيجي على هذا الشكل. ونخويه في المول اللي درنا فيه شرائح البرتقال، وندخلوا الكيك ديالنا للفرن على حرارة 180 درجة حتى طيب ونخرجوه. نزولوا الكيك ديالنا من المول وناخدوا المقلاة اللي قلت لكم احتفظوا بها اللي عسلنا فيها شرائح البرتقال، نضيفوا لها نصف كأس عصير برتقال ونديروها على النار غير شويه، غير يطلق لنا هذاك السكر، وندهنوا بها الكيك ديالنا. كيف ما كتلاحظوا الكيك ديالنا كيجي هشيش وكيجي رائع في المذاق، وكذلك المنظر كيجي راقي. فإذا عجبتكم كيكة اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتبارطاجيو الوصفة مع الأحباب والأصحاب، ولا جربتوها خليوا لي في لي كومنتير كيفاش جاتكم.